السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة وأتمنى لكم التوفيق. اليوم سوف نتطرق لدراسة عملية التركيب الضوئي. إذن كما تعرفنا في الحصص السابقة أن النبات يقوم بعملية التركيب الضوئي. لاحظنا أن النبات لكي ينمو يحتاج إلى ماء ويحتاج إلى أملاح معدنية. ولاحظنا أن النبات الأخضر يقوم بالمبادلات الغازية الأخضرية على مستوى الثغور الموجودة على الأوراق. إذن سوف نواصل اليوم. نعرف أن النبات يمتص الماء والأملاح المعدنية من التربة عبر الغبار المصفى الموجودة في الجذور. ولكن لو نأخذ النبات مثل الجزر نجده أنه حلو، البرتقال نجده أنه حلو، يعني يحتوي على سكريات. السكريات هي عبارة عن مواد عضوية. البطاطا تحتوي على النشويات، مواد عضوية. فبالتالي السؤال المطروح هو كيف يتحصل النبات الأخضر على المواد العضوية رغم أنه ثابت لا يتحرك؟ فبالتالي سوف نتعرف اليوم على تحصل على المواد العضوية في النبات الأخضر. لهذا إذا نقوم بالتوضيح برسم الموالي. لدينا مثال هنا تربة، هذا الجزء الهوائي وهذا جزء التراب. طبعا الجزء الهوائي نجد فيه نبات أخضر، الجزء الهوائي يتمثل في الساق ويتمثل في الورقة ويتمثل في البراعم الأزهار والثمار، بينما الجزء الترابي فنجد بداخله جذور، وهذه الجذور تحتوي على أوبار مصر. هنا أوبار مصر. إذا هذا الجزء الترابي وهذا الجزء الهوائي. الجزء الترابي نجد فيه ماء زائد أملاح معدنية، وهذه الماء والأملاح المعدنية طبعا تمتص من طرف الأوبار المصفى، يحدث عملية امتصاص، وهذه الأملاح المعدنية تصعد إلى الورقة. هنا على مستوى الورقة في الجزء الهوائي نجد هناك شمس الذي يعطينا أو يوفر لنا ضوء. بينما الورقة نجد الورقة لونها خضر، إذن نستعمل اللون الأخضر. إذن هكذا لونها أخضر. طبعا لونها أخضر لوجود مادة الأخضر الذي يكسبها اللون الأخضر. هذا النبات الأخضر على مستوى الورقة لاحظنا في الدرس السابق أنه يقوم بعملية المبادلات الغازية الأخضرية على مستوى الثغور الموجودة على الأوراق، بحيث يأخذ غاز CO2 ويطرح غاز الأوكسجين. النبات الأخضر يأخذ أو يمتص غاز CO2 ويطرح غاز الأوكسجين. إذا هذه نسميها بالمبادلات الغازية الأخضرية. كما
منتصبات سي او 2 ويطرح هاد الاثنين. ولاحظنا في الحصه السابقه من خلال التجارب ان هناك تشكل المشاع التي هي عباره عن ماده عضويه. هذه عباره عن ماده عضويه. اذا هذه الماده العضويه ممكن ان يكون نشاء الذي نجده في البطاطا، نجده في القرص، ممكن ان يكون بروتين الذي نجده في حبة الفاصوليا، ممكن ان يكون سكريات نجده في عصير البرتقال، في عصير العنب، وممكن ان يكون دسم، وذلك لاحظناه عند حق حبة لوز على ورقة بيضاء، فبالتالي نلاحظ ظهور بقعة نصف شفافة على ورقة بيضاء. فبالتالي النشاء، البروتين، السكريات، الدسم، هذه كلها عبارة عن مواد عضوية. هذه كلها عبارة عن مواد عضوية. إذا ماذا نقول عامة أو ماذا نستنتج؟ أن على مستوى الورقة الخضراء يقوم النبات الأخضر بتركيب المواد العضوية التي تتمثل في النشاء، تتمثل في البروتين، تتمثل في السكريات، وتتمثل في الدسم، وذلك بتوفير شروط. ما هي هذه الشروط؟ وجود الضوء هو شرط أساسي، وجود الخضور هو شرط أساسي، وجود المواد العضوية، وجود غاز CO2 وتوفير الماء والأملاح المعدنية. إذا نعيد، توفير شروط التركيب الضوئي تمثل في الضوء، تمثل في الخضور، تمثل في وجود غاز CO2، وتمثل في وجود الماء والأملاح المعدنية. هذه شروط نسميها بشروط التركيب الضوئي. إذا ما هو التركيب الضوئي؟ لو نريد تعريف التركيب الضوئي، التركيب الضوئي هي عبارة عن وظيفة حيوية يقوم بها النبات الأخضر لتركيب المادة العضوية. أعيد، التركيب الضوئي هي وظيفة حيوية يقوم بها النبات الأخضر. لماذا؟ لتركيب المواد العضوية. فيما تتمثل هذه المواد العضوية؟ تمثل في النشاء نجده كالبطاطا، نجد مثال البروتين، نجده مثال في الفاصوليا مثل السكريات، نجده أيضا في عصير البرتقال، والدسم نجده في الزيتون، نجده أيضا في المكسرات مثل اللوز والجوز. إذا هذه كلها تركيب المادة العضوية، ولكن تركب هذه المواد العضوية بواسطة وجود شروط نسميها بشروط التركيب الضوئي. أولا وجود الضوء، اثنين وجود مادة الخضور، ثلاثة وجود غاز CO2، و أربعا وجود الماء والأملاح المعدنية. إذا تطرقنا لمعرفة تعريف التركيب الضوئي وأيضا شروط عملية التركيب الضوئي. الآن ما هي أهمية التركيب الضوئي؟ يا ترى ماذا نستفيد من هذه عملية التركيب الضوئي؟ أول استفادة أو أول أهمية لعملية التركيب الضوئي هو أنها يوفر لنا المادة العضوية، يوفر لنا النشاء، يوفر لنا البروتين، يوفر لنا السكريات، يوفر لنا الدسم، وهذه المواد العضوية يأخذه الإنسان من خلال تناوله من النباتات. وطبعا هذه المواد العضوية هي كما لاحظنا في الأول أنها
هي عباره عن احتياجات غذائيه للانسان، هي مهمه بالنسبه لاهميه الانسان لنمو جسم الانسان. اثنين، من اهميه التركيب الضوئي انه يمتص غاز CO2 ويطرح غاز الاوزون، كان هذا النبات الاخضر ينقي الجو، لان غاز CO2 هو عباره عن غاز سام بالنسبه للانسان والكائنات الحيه اجمعين. فبالتالي ان النبات الذي يمتص على غاز CO2 ويمدنا بغاز الاكسجين كانه ينقي الجو. فبالتالي دائما ينصح ان تجول في الغابة أين توجد النباتات بكثرة والأشجار بكثرة، ويقول عنها أن يوجد هناك هواء نقي. ماذا نقصد بهواء نقي في الغابات؟ نقصد أن هذا النبات الأخضر يقوم بأخذ CO2 ويعطينا ويوفر لنا الأكسجين. إذا هذه هي أهمية التركيب الضوئي. شكرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.